سيد النائب المحترم، السائق عنصر رئيسي في السياسة التي تعتمدها وزارة النقل لتأهيل الفاعلين والموارد البشرية العاملة في قطاع النقل الطرقي. القانون 52/5 المتعلق بمدونة السير على الطرق أساس لمفهوم السياقة المهنية باش نعترفوا بوضعية السائق المهني وباش نمنوا حقوق ديالو ونعززوا من القيمة ديال هذه المهنة داخل المنظومة النقلية، ونساهموا بالتالي في تأهيل قطاع النقل الطرقي وتحسين شروط ممارسة المهنة وتأمين سلامة خدماتها والرفع من جودتها. تتجدر الإشارة إلى أن مدونة السير على الطرق نصت على إلزامية الخضوع للتكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي والتكوين المستمر في المؤسسات المعتمدة باش يحصل السائق على بطاقة السائق المهني ويجددها كشرط تيخولو يقدر يسوق المركبات بصفة مهنية. في هذا الإطار ما زالت الوزارة تدعم البرامج التكوينية بقدرة مالية ديال 100 مليون ديال الدرهم كل سنة، وتتعتمد 58 مؤسسة للتكوين عبر المملكة. وقامت أيضا الحكومة بتفعيل نظام التأمين الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئتين ديال المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء اللي تيزاولوا نشاط خاص من غير سائقي سيارات الأجراء. وشكرا.